البيم ميتينج أثناء الشغل في المشروع لازم يكون في اجتماعات معينة على أساس لو في تبادل وجهات النظر أو في اختلافات أو في مناقشات نقدر نشوفها أثناء المشروع ونقدر نحلها. ففي اجتماعات عندي بين انشيتنج ميتنج ده في اول مشروع خالص، ممكن مره او مرتين بنبدا نتفق على الخطوط اللي هنشتغل عليها، بنبدا نشوف الاي اي ار، بنبدا نشوف البيم اكسشن بلان، بنبدا نشوف فكر كل واحد فينا. وبعد كده بيبقى في ورك جروب نبدا نتناقش في بعض الحاجات. وبعد كده بيبقى في اجتماعات كوردينيشن ممكن نتفق انها مثلا تبقى كل اسبوع او كل اسبوعين حسب حجم المشروع ومدته. بيم فاليديشن بنبدأ نتأكد ان الشغل بتاعنا سليم وان كل البيانات موجودة في قلب المشروع وان العمليات ماشية بالطريقة اللي احنا متفقين عليها. وبعد كده بنقفل المشروع بيم كلوز اوت ميتينج. فمن اهم الحاجات اللي لازم تكون موجودة نحدد من الاشخاص اللي هيحضروا الاجتماع. يعني ممكن في اجتماع معين يحضره مثلا المالك، في اجتماع تاني المالك مش هيحضر لان هو تكنيكال فمش هيستفاد حاجة خالص من الحضور. ممكن اجتماع مثلا بيتكلم في الحاجات المالية فمش هيستفاد خالص ان يكون مهندس مثلا من كل قسم. ففي بعض الحاجات كده لازم ايه نكون محددين مين اللي هيحضر الاجتماع ومين اهم الناس اللي هتحضر. طبعا البروجكت مانجر والبيم مانجر من اهم الناس اللي لازم تكون موجوده لان هما اللي متابعين المشروع، ولازم نكون عارفين ايه اللي هيتقال في الاجتماع دوت. يكون في اجنده محدده وتبعت للناس كلها قبل الاجتماع فتره كافيه بحيث ان هو يقراها ويشوف ايه النقط اللي هتناقش ويجهز النقط اللي عليها، ولو عايز يضيف حاجه يبدا يقول انا عايز اتكلم في نقطه معينه تضاف لقلب الحاجه ديت، بحيث ما حاضرين الاجتماع وعارفين ان احنا هنتكلم في 5 6 نقط دول. فكل واحد مجهز ورقه مش يجي رساله ان في ايميل بان في اجتماع اروح الاجتماع ومش عارف عن ايه فالاقي في نقطه معينه، طب استنى ده في ورقه معينه هروح اجيبها. لا، لو انا عارف من قبليها اكون مجهز الورقه بتاعي ومجهز الملفات بتاعتي ومجهز ايه النقط اللي هنتكلم فيها مع بعض. الاجتماع الاولاني اللي هو بداية المشروع بنبدأ نشوف ايه اهداف المشروع وايه اللي مطلوب مننا في المشروع دوت، وبنبدأ نشوف مين اللي هيشتغل في المشروع دوت ومين المسؤول عن كل حاجة من الحاجات ديت. ونبدأ واحنا قاعدين يعتبر بنعمل بيم اكسشن بلان كروكي، وبعد كده لما بنروح بتتكتب والناس كلها تمضي عليها انها متفقة على الموضوع دوت. وبنبدا نبعت البيم اكسشن بلان للناس كلها بحيث لو اي حد عنده اي اعتراض او اي حاجه يبدا يقول لنا اذا كان عايز حاجه معينه. وفي الاجتماع دوت بيبقى بنبدا اول حاجه بان احنا نقول ايه النقط اللي احنا هنتكلم فيها. بنحاول قدر الامكان ما نطولش في الاجتماع، بنحاول نشوف ايه اهم الاستفادات اللي ممكن نستفادها من خلال المشروع من خلال الموديل. ممكن نعمل مثلا الاجتماع على مرتين، اول مره بنقول ايه هي الحاجات اللي احنا هنعملها وايه الاهداف بتاعت المشروع وايه الحاجات اللي احنا ممكن نستخدم البيم فيها والبيم هيتطور ازاي، هنعمل اللقاءات هتبقى تتم بشكل قد ايه. يعني ممكن نقول مثلا ان الكلاشات هتتم مثلا مره كل اسبوع، لا مرتين كل اسبوع، لا ده المشروع ده هيقعد 10 سنين فممكن نخليها مره كل شهر. فبنبدا نشوف الكلاشات تبقى عامله ازاي، طب مين اللي هيبقى مسؤول عن الكلاشات بين الاقسام كلها، لو كل قسم مثلا في شركه شكل فمين القسم اللي هيبقى مسؤول، وعاده بيكون المعماري. وبعد كده الاجتماع اللي جاي بنناقش بقى اللي حصل في الاجتماع الاول، الاهداف اللي اتحطت، هل حد عنده على اعتراض البنكسشن بان الاساسيه، حد عنده على اعتراض النظرة عامة على البروسيس ماب، الخطوات اللي هتتم في البيم، هل حد عنده اي تعديل او اقتراح، ايه العمليات المفروض هنتفق عليها، ايه المعلومات الاساسية اللي احنا هنشتغل عليها. وكل واحد بيبقى عارف المسؤوليات اللي عليه، المسؤوليات دي بتبقى نتيجة للصلاحات اللي هو بياخدها. طيب في اجتماعات تانية بتبقى عبارة عن بيم كوردينيشن ميتينج، دي بيكون تكنيكال وبنبدأ نشوف ايه المشاكل اللي تمت اثناء الشغل وبنبدأ نناقش مين اللي يحلها. تمام، يعني المفروض قبل ما نروح الاجتماع اكون عارف الكلاشات، يكون جات لي كده ورقة بكلاشات، واثناء الاجتماع بنبدأ نشوف مثلا المشكلة دي، طب انا ممكن احلها، طب المشكلة دي عندي انا، طب المشكلة دي المعماري مع الكهرباء فمين اللي هيحرك،
نبدأ نتفق ايه الحاجات اللي ممكن تتعمل عشان تحل المشكلة، تمام؟ فبيبقى تركيز على كراش ديتكشن وعلى البيم بروسيس. ده اجتماع من الاجتماعات مثلا بيبقى فيه شاشة كبيرة ونبدأ نشوف المشاكل الموجودة. البيم فاليديشن بنبدأ نشوف ايه الحاجات الموديل فيها، هل في مشاكل تكنيكال، هل في نقص او في مشاكل في تبادل المعلومات، هل في اي مشاكل في الشغل حتى الان. ممكن نعمل فاليديشن نتأكد اذا كان في اي مشكلة نحلها، تمام؟ وفي الاخر المشروع بنعمل كلوز اوت، بنحاول نقفل المشروع، بنشوف نقارن بين الحاجات اللي احنا كنا مخطط لها والحاجات اللي وصلت لها. لازم كل الحاجات اللي اتفقنا عليها او اللي العميل كان عايزها نبدا نديها له. هو مثلا عايز تحليل مثلا انشائي، تحليل معماري، وتحليل الكهروميكانيكال، وتحليل السولار، وتحليل الرياح. كل الحاجات دي تمت ولا في حاجه ما تمتش؟ كان هو عايز يوفر مثلا، هو كان عايز يعمل دراسه ياخد منها مثلا الشهاده الذهبيه مثلا في الليد، فهل هو حصل عليها ولا لا؟ والشغل كله استلمناه وزي ما اتفقنا. يعني مثلا كنت متفقين ان احنا ناخد الملف الاصلي يتعمل البيم، هل خدناه ولا لا؟ هل المشروع هل تم زي ما احنا متفقين، ولا فيه حاجه اكتر ولا في حاجه اقل؟ طبعا اكتر او اقل مرفوض، لازم نفس اللي انا طلبته يبقى موجود، تمام؟ بنكون برضو محددين بعض النقط اللي احنا هنناقشها، زي مثلا ايه الدروس المستفاده من الشغل دوت. هل في كانت في مشاكل، هل في اي نقص في المعلومات، هل في اي استفاده استفدناها، هل في حاجه ناقصه على اساس نقول ان خلاص ده المشروع ده اتقفل والسلم ومفيش اي مشاكل خالص، هل في اي اضافه استفدناها. دي حاجات لازم نكون مخطط لها قبل ما نبدا ندخل في الاجتماع. وبنبدا نشوف ابروفد، ان الناس كلها موافقه ان هو خلاص كده بيتقفل، وبقى في تقرير كده ان خلاص كلوز اوت للمشروع. والبروجكت مانجر بيراجع الحاجات بحيث ان يبقى عارفين خلاص ان المشروع دوت مفيش حاجه ناقصه. ما ينفعش نيجي بعد كده نقول لا ده في حاجه لسه هتستلم وفي حاجات هتعمل كده. طيب دي بخصوص الاجتماعات بس. كلمه اخيره، كتر الاجتماعات وبدون اي بدون تنظيم وده بدون تخطيط بيكون تضيع الوقت. يعني في وقت كتير جدا بيضيع في موضوع الاجتماعات، في وقت كتير بيضيع لما يقعد يقول لك اكتب انت اشتغلت ايه في الاسبوع دوت. كان في مره كنت بعمل 4 تقارير في اليوم، انا اشتغلت ايه في اليوم دوت، فكان بيضيع ساعتين من 9 ساعات بسبب ان المفروض كل شخص او كل حد ليه تقرير شكل، تمام؟ ففي ناس كتير بتحاول تحل الموضوع دوت انها تعمل اجتماعات معينه بتعملها وانت واقف بحيث ان انت ما تطولش، او يبقى متحدد يا اخوانا كل واحد هيتكلم مثلا 2 دقيقة. يعني ما حاول قدر الامكان ما بقاش في واحد مثلا عايز يتكلم خلاص. في بعض الحاجات الكويسه جدا ان ما تجيش تقعد ترمي التهم او تتكلم في حاجات بين طرفين، اعملها من غير اجتماع ومن غير ايميلات وتحط الناس في السي سي. لا، اتصل بفلان قول له انا عايز اقعد معاك دلوقتي نحل المشكله، وتقعد معاه وتحل المشكله، تمام؟ وده اللي الواحد بيعمله. ان مثلا لو في شغل مع شركه تانية، بعت ايميل ولقيت الموضوع هيطول، خلاص بقول له طب خلاص انا هجي لك دلوقتي الشركه ونبدا نحل المشكله. فلما بنتقابل انا هو بس بتلاقي الموضوع اسهل بكتير. لما بيكون في اطراف كتيره بتلاقي كل واحد بيحاول يثبت ان هو صح والتاني غلط، انما لما كنا انتوا الاثنين اولا ما ضيعتوش وقت الناس التانيه، الناس التانيه كمان شغل، ولما بتخلص خالص بتشوف النتيجه ايه وتبعتها للناس كلها. والله احنا خلاص خدنا لوحه الموقع العام، خدنا لوحه الكلاشات، كان في مشاكل وحليناها. يعني قدر الامكان لو ينفع اللي هي الاجتماعات الثنائيه مش بهدف اجتماع، بهدف ان احنا نحل المشاكل، يكون افضل، تمام؟ ويكون لقاء اكتر من هو يكون ايميلات وحاجات زي كده، بيكون اسهل بكتير. وممكن تعمل واتساب وتتبادل المعلومات مع الناس من خلال واتساب، ده هيسهل لك شغل كتير قوي. الاجتماعات مهمه جدا، بس لو انت ركزت عليها انها الهدف هيبقى تضيع وقت. فلازم تكون محدد، انا راح الاجتماع 10 دقايق هخلص كذا كذا كذا. في اجتماعات بتقعد 5 6 ساعات ما بكونش فيها اي فايده خالص.
ليه؟ لانها ما كانتش مخططه، وبتلاقي اول ما تدخل كل واحد عايز يثبت ان هو صح ويرمي المسؤوليه عن الشركه التانيه والراجل التاني، فبتلاقي تضييع وقت كتير. فحاول تركز، احنا النهارده هنجتمع عشان كذا 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 كذا، اي حاجه خارجيه خلاص يبقى لها لقاء لوحده بعيد عن الاجتماع اللي فيه الاطراف كلها من شركات مختلفه.